أنا سوف أترك الشكر إلى نهاية الكلمة. طبعا أشكر من تكلم قبلي وأشكر كل من سوف يتكلم بعدي. سمعت كلمة أثناء افتتاح انعقاد المكتب في حفل الافتتاح. هناك من قال: هنا دمشق من القاهرة. حقيقة شعرت شعورا غريبا، وليس شعورا مستهجنا، وإنما شعورا غريبا، شعور البهجة والفرح. هنا دمشق من القاهرة، قبل 50 عاما قيل هنا القاهرة من دمشق. نحن لبعض، الدول العربية لبعض، وللأسف أننا نقول الدول العربية، نحن وطن عربي واحد. حقيقة الحياة هي أفراح وأتراح، هذه هي سنة الكون. الأفراح، سوف أبدأ بالأفراح لكي لا أكون متشائما. الأفراح أننا اليوم على أرض مصر العروبة، أننا اليوم نشعر بأن هناك عودة جادة للعمل والتضامن العربي المشترك، أننا اليوم نشعر بعودة جدية للعمل القومي المشترك. طبعا نحن سعداء ونحن شاكرين لكل من حضر، سواء من الأساتذة النقباء أم الأمناء العامين المساعدين أم ممثلي النقابات والسادة الحضور. طبعا يا شعب مصر، يا شعب مصر الكريم، يا شعب مصر الأبي. الأفراح أيضا أننا يعني نشكر لكم هذا الشعور تجاه سوريا. طبعا سوريا خلال 9 سنوات عانت ما عانت، ولكنها لم تعاني بقصد أنها سورية. سورية عانت لأنها كانت تحمل الدور القومي، باتت وحيدة فيما يتعلق بالدور القومي، يريدون لها أن تتخلى عن هذا الدور. صدقا لن يكون هناك مؤامرة أو حرب على سوريا لو أن سوريا ارتضت بالتخلي عن هذا الدور باحتضان المقاومة الفلسطينية، بالمقاومة اللبنانية، بالدفاع عن كافة القضايا العربية. نحن في سوريا وهذا شعور ترعرعنا عليه، عندما يكون هناك في أقصى بقاع الوطن العربي مشكلة لأي مواطن عربي، فإننا نشعر بها ونعمل لكي نقضي عليها أو لكي نتجاوزها. طبعا الأتراح، للأسف الأتراح بأن الوطن العربي هناك حالة انقسام ظاهرة ومؤكدة، وهي ظاهرة للعيان. أتمنى أن لا تنقلب حالة الانقسام إلى الاتحاد. ما يحزن اليوم بأن هناك انقسام في الاتحاد بين رئاسة الاتحاد والأمانة العامة. هل يعقل بأن يكون هناك موضوع قومي هام وهو يتناول القضية السورية أو القضية غير السورية، ونجد أن الأمانة العامة غائبة الممثلة بالأمين العام؟ هل يعقل هذا؟ يعني هذا شيء يدعو إلى الحزن، والحزن الشديد. طبعا هناك سلام لكم من شعب سوريا، من قيادة سوريا، من الشرفاء في سوريا، سلام لكم وشكر على هذه البادرة الطيبة. ولكن مع التأكيد بأن لا يعتقد أحد منكم أن سوريا في موقف ضعيف. سوريا 9 سنوات حرب وجيش عقائدي صامد في وجه مؤامرة، لم يتركوا أحد من تكالب على سوريا إلا وأتوا به لبس كل الموبقات في سوريا. سوريا صمدت حقيقة، ونحن في الربع الساعة الأخيرة من يوم طويل وشاق ومضني ومتعب،
ولكننا في ربع الساعة الأخيرة وإن شاء الله بعد مرور ربع الساعة الأخيرة سوف نعلن انتصار لكم وليس لسوريا. الآن أشكر الأستاذ سامح عاشور، الأستاذ النقيب سامح عاشور رئيس الاتحاد على هذه البادرة الطيبة والقيمة والتي تشكل لنا معنى كبير في نقابة المحامين في الجمهورية العربية السورية. أشكر مجلس نقابة المحامين في مصر، مصر العربية مثل العروبة. أشكر الأساتذة النقباء، أشكر الأساتذة الزملاء الأمناء العامون المساعدون المحترمون، أشكر أعضاء المكتب الدائم، أشكر الحضور جميعا وشكرا.